تواصلوا معي كتار خلال ال 24 ساعة الماضية، واصل فيهم التعصيب والجنان لأقصى مواصيله بسبب حادثة شفتوها كلكم، هي صلاة مفتي الجمهورية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون اللي بكن له كل احترام ومحبة، صلاته بأحدى الكنائس السريانية. سبق وحكيت قبل ونوهت عن دين الوحدة المزمع عمله، في ناس فهمته في ناس قال عم يبالغ، رح تشوفوا كثير من هاي الأمور، رح تلاقوا كهنة عم يصلوا بجوامع بالنسبة لعندكم برا بالعالم، في القصة يعني أكثر من هيك، أخذت أبعاد أكثر، بابا الفاتيكان من كم يوم كان عم بيصلي لآلهة الأرض، عم ينادوا له أمي الأرض، يعني بطلت أمه مريم العذراء صارت أمه هي آلهة الأرض والخصوبة. نفس التمثال تبع بابا الفاتيكان، شفنا البابا تواضروس بابا الأقباط أيضا جايب نفس تمثال آلهة الخصوبة لعنده، فرح تشوفوا عبادات لآلهة أخرى وخلط عبادات. رح أقول شيء على السريع، مع احترامي لسماحة المفتي، سماحة المفتي ما غلط، يعني هو حقه، هو رجل دين حقه يروح يصلي وين ما بده، يعمل الشعائر اللي بده إياها. طلع مرة بأحد المؤتمرات كان في إسرائيليين قال لهم شالوم، بأحد المحاضرات الثانية اللي كان عم يعملها كان عم يقول لهم ليش بتخافوا من التشيع، شو فيها الشيعة. فالرجل ما قصده يهين مقدساتنا قد ما هو عنده رسالة هي وحدة الأديان. وين الضرب على مين؟ الضرب على اللي فرطوا بإيمانهم. للأسف السريان، سريان سوريا اللي هن اصحاب الارض، وبدي اقول اليوم وسامحوني، وانت بتعرفوا محبتي الكبيره لكم وبتعرفوا جزيل تقديري للضحايا والشهداء اللي قدمتوها، ولكن الي عليكم لوم هو ضعف الكتار منكم والمسايره اللي بتسايروها. يعني اكثر طائفه بسوريا وبالمس بسوريا بالوطن العربي بشكل عام، اكثر طائفه بتسمي عيسى هن السريان، بدون ما يحسوا بأدنى تأنيب ضمير أو خيانة لمعتقدهم أو لكتابهم اللي ما مذكور في هذا الاسم. عندك بالكتاب أكثر من 5000 اسم فيك تسمي ابنك فيه، رحت سميته بالاسم اللي وصف فيه إلهك بطريقة تعيره وتهينه، اللي هو من العيس اللي هو ماء الفحل، سميت أولادك بهذا القصة مسايرة للي إجوا، صحيح أو لا؟ أكثر اللي اشتهروا بطباعة القرآن ونشر القرآن وزخرفته وتقديمه كهدايا هن السريان، من وقت اللي جاء الغزو العربي لسوريا. فأنتوا بتسايروا كتير، هاي المسايرة بدكم تدفعوا ثمنها دم غالي كتير. ليه؟ لأنك أنت اليوم هاي المسايرة ما رح تكسبك، ما رح تنصرك، ما رح يعتبروك ولا بيوم من الايام انك انت ولا شريك ولا اخ بالوطن، الصومالي المسلم اهم منك واقرب منك. هذا واقع انا عم بحكيه، هذا واقع، يعني انتوا اسالوا فيه حتى الاخوه المسلمين بيقولوا لكم عنه. انت فقط الهك دار وشه عن كنايسك، هي الكنيسه اللي صلى فيها المفتي، انا شو اللي شفته من صلاه المفتي صراحه غير الصلاه بحد ذاتها، انا اللي شفته انه فوق بالهيكل، لانه هي الدرجات اللي بيطلعوها الناس قاعدين تحت وهي فوق اسمه الهيكل، فوق بالهيكل شلح سماحه المفتي والشخص الثاني اللي معه سراميهم وحطوها بالهيكل. فانت يا سماحه المفتي مع احترامي ومحبتي الكبيره لك، كان المفروض اذا عم تتعامل مع الكنيسه على انها هي بيت من بيوت الله وهي مثل الجامع، تشلح حذائك برا مثل ما بتشلحه بالجامع. هي وحده. ثاني شغله، لو كانت القبله عكس الهيكل ما المفروض يصلوا بالهيكل، لانه بالطريقه اللي اتبعوها هن عطوا قفاهم للهيكل، عطوا قفاهم للمذبح. فراعي الكنيسة ما بعرف شو اسمه منيح، ما بعرف شو اسمه لحتى ما شهر فيه واذكره بالاسم، انت مخصي، انا اسفة اني اقول لك اياها، انت ولا تملك ولا جنس الرجولة ولا جنس الشرف ولا جنس عزة النفس ولا الكرامة ولا الايمان اللي حط لهم سراميهم كنت على المذبح فرد مرة. والشعب اللي واقف عم يقول تقبل الله، يعني انتم حافظين امر عم ترددوه ترديد ولا شو القصه؟
لما بدك تعطيني للمرة العاشرة الوحدة الإسلامية المسيحية سماحة المفتي وهو عم بيصلي بيمسك الصليب، وقتها بفهم أنا أوه هي اسمها وحدة أديان، ولكن بطريقة على الأقل متعادلة متكافئة. هي ما رح تكون طريقة إلهية، هي طريقة شيطانية بحتة، ولكن على الأقل متكافئة. مو ما في طريقة بالوحدة بتضل فيها أنت المهان، أنت الذليل، أنت الوضيع، أنت المضطر تساير، أنت المضطر الجامل. هي ما أنا وحدة، هذا ذل لك، ذل لإلك ولإلهك. بكره بتلاقوا هي الكنيسه انضرب صاروخ، انجابها مليون شقفه، تماثيلها اتكسرت، صورها هرت بالاراضي، بيجي بيقول لك وين اله المسيحيين ما يدافع عنهم؟ هي الكنائس ما فيها الروح القدس، هي الكنائس ما إلى اله اساسا، الرب الاله داير وشه عنا لانه هن اذلوه واذلوه وحقروه بعيون الناس، فبيتركن هزء وذل وتحقير بعيون كل الناس. هذا الكلام مو بس لهي الكنيسه، هذا الكلام لاي كنيسه بتساير وبتفرط، مو بس بتساير مع غير اديان، بتساير انه هن بصاله الكنيسه يفتحوا لعبه قمار لحتى يجيبوا من وراها تبرعات، بتساير انهم يعملوا حفلات بقلب كنيسه يجيبوا فيها امور ما لها علاقه بالايمان. كل مين ساير على حساب الرب الإله وعلى حساب معتقده وعلى حساب كلام الكتاب المقدس، رب الإله دار وشه عنه. لما دار وشه عنك لا تجي بعدين تقول وين الله تركني، أنا مسيحي، كنيستي تدمرت، ما بعرف شو احترق. لا، الرب الإله دار وشه عنك، أنت روح يتقبل منك الله اللي أنت ممكن تتبع الأديان الأخرى وتروح تعبده، روح خليه هو ينجيك.